نعم أصدقائي، بهذا الفيديو راح أشرح لكم كيف بدكم تفرزوا الهوستات أو تحصلوا على الهوستات مشان النت الباطل. نعم أصدقائي، راح تفوتوا على خيار التولز، وفي أول خيار اللي هي فايند هوست أو سب دومين فايندر. تمام، نحن راح نفرز الهوستات حسب المواصفات. في عنا هوستات كلاود فلير، كلاود فرونت، جيت 200، اوكي ريكويست. تمام، اباتشي ونيجس، نو اس اس ال، اتش تي تي بي اونلي، اكامي، فاستلي. نعم اصدقائي، هون في عندك طريقتين لتفحص الهوستات. تمام، الطريقة الاولى هاي سهلة. تمام، اللي هاي سهلة وما راح تواجهوا اي مشاكل. الطريقة الثانية، انتو بدكم تحطوا الهوستات بملف راح ترفعوه على الموقع. تمام، انا مثلا اذا بدي اضغط على ابلود فيني ارفع هذا الملف. تمام، خلينا نحكي عن الأولى أصدقائي. لنفترض أنا ببحث عن هوستات لخطوط اللايكا. تمام، لايكا موبايل دوت دي اي. هون أنا أطلع الموقع أعطاني 4 هوستات، 1 2 3 4. تمام، شو بدي أعمل أصدقائي؟ طبعا أصدقائي، هون هذا الموقع أعطاني 4 هوستات. الموقع تبعي بيكون مربوط بهاد، يعني مو مربوط فيه فبياخد المحتوى منه. تمام، محتوى الفحص منه. فإذا هذا الموقع ما أعطاك كتير هوستات، فيك تستخدم موقع آخر، لأنه في مواقع ممكن تعطيك هوستات أكثر. تمام، بس بالنسبة للموقع تبعي، الطريقة الأولى حصرا بهذا الموقع. يعني في عندك طريقتين، الطريقة الأولى حصرا راح تستخدم هذا الموقع. نحن حاليا عم نشرح عن الطريقة الأولى، أما الثانية فيك تستخدم أي موقع آخر. واللي عنده كمبيوتر، تمام، انا بنصحه انه يستخدم هاي الطريقة. تمام، لانه فيه يفحص كتير هوستات. نعم اصدقائي، هون انا نسخت التاريخ، راح الصق هون وفي هذا الهوست تبعي. تمام، لايكا موبايل دوت اي، وراح اضغط على سبميت. كانوا عندي 4 هوستات، 4 هوستات ما بيحتاج إلى وقت. تمام، 4 هوستات أنا ما في داعي استنى، فالموقع فورا راح يفحصهم مشان أتأكد إنه أنا شغلي كله ظابط. بدي أجي أشوف هذا الملف. تمام، الهوستات تبعي هدوك الـ4 موجودين هون. تمام، معناته الموقع حاليا عم يفحصهم باعتبار هنن 4 هوستات، فما في داعي استنى. هون أصدقائي النتيجة عندي هون جاهزة. تمام، هون اللايكا، هدول هن اللايكا. تمام، مثل ما انتم شايفين هون اسم لايكا موبايل، لايكا موبايل، لايكا موبايل. هدول الهوستات اللي انا فحصتهم حاليا او حصلت عليهم. الموقع قام بفرز هاي الهوستات، قال انه في هوست منهم تمام بيستخدم الكلاود فرونت. خلينا نشوفه، او ممكن يكون اكثر من هوست. هدول الهوستين بيستخدموا الكلاود فرونت، وفي هوستات بتكون ما في عليها ال SSL. تمام، طبعا ممكن يكون مثلا هوست ما في عليه SSL وبيستخدم بنفس الوقت كلاود فرونت، هذا الشيء كمان ممكن. وفي هوستات النيجست كمان عندكم، وفي هوستات اللي بيعطيك 200. اوكي، مثل ما انكم شايفين هاي الهوستات فيكم تاخدوها وتجربوها انه بيشتغل معاكم ولا لا. نحن هون مو شغلنا، نحن هون شغلنا فرز الهوستات. نعم أصدقائي، مثل ما قلت لكم إنه أحيانا هذا الموقع ممكن ما بيعطيك كتير هوستات. خلينا ناخد خط آخر، خط التيسكو مثلا. هذا الموقع مثلا أعطاني 548 هوست. تمام، بالنسبة لللايكا أعطاني بس 4 هوستات. تمام، إذا هذا الموقع ما أعطاك كتير هوستات، تمام، في مواقع ممكن تعطيك هوستات تانية. تمام، خلينا نشوف هاي المواقع. نعم أصدقائي، مثلا راح شوف، أنا بنصحكم هذا أول موقع بده تسجيل، وهذا الموقع كمان، لكن هذا الموقع الثاني تسجيله كتير سهل. طبعا هذا الشيء بده كمبيوتر، يعني اللي ما عنده كمبيوتر شوي صعب. تمام، اللي ما عنده كمبيوتر شوي صعب. نعم أصدقائي، خلونا نكتب شو كان مثلا لايكا موبايل هذا الهوست. تمام، بهداك الموقع أعطاني 4 هوستات، راح شوف هذا الموقع شو بيعطي. هذا الموقع أعطاني 13 هوست. تمام،
فمشان هيك هاي المواقع ممكن تفرق، في مواقع ممكن تعطيك عدد أكبر من الهوستات. بالنسبة لهذا الشيء إذا بدك تفحصه على الكمبيوتر هيك فيك تنسخ وتحطه بملف على الكمبيوتر، هذا الشيء كتير سهل. ما بعرف على الهاتف إذا بيزبط ولا لا، أنا هو هيك نسخته على الهاتف، أنا مو مجرب بس بظن شوي صعب النسخ فيه، يعني ما بيطلع بالشكل اللي الموقع بده. نعم أصدقائي، خلونا نضغط هون نعمل ملف جديد نسميه، لازم يكون صيغته تكست تمام على الكمبيوتر، فيك تعمل فورا تكست ونلصق الهوستات تبعنا. حلو هيك طلع معانا شي حلو، إذا هيك ما مشكلة. أهم شي عندكم إنه الهوست بيكون ببداية السطر تمام، أهم شي يكون عندكم الهوست ببداية السطر تمام، هذا أهم شي. شو ما يعني إذا الهوست ببداية السطر وبعدها هون في أي شي آخر تمام، كلام آخر مو مهم، الموقع راح ياخد بس أول كلمة من بداية كل سطر. مثلا بداية هذا السطر راح ياخد first، بداية هذا السطر راح ياخد هاي هاد كله تمام، يعني أول كلمة أول كلمة هاي، أول string هاي، أول string هاي، أول string هاي، أول string هاي تمام، والبقية راح ينحذفوا. طبعا بالنسبة للشغلات مثل هاي الشغلات هدول كمان بعدين راح ينحذفوا تمام بالفحص. هلا حاليا نحن راح نحفظ، عملنا سيف تمام، هلا راح نشوف الموقع كيف بيتعامل مع هذا الشيء. نحن بدنا نفحص هاي الهوستات، نحن ما بعرف اذا اخذنا كل الهوستات ولا لا، لا نحن بس اخذنا لحتى هون، راح اخذ هدول الهوستين كمان. طبعا هذا الموقع احيانا بده تسجيل اذا بده يعطيك عدد كبير من الهوستات، فانت مجبور تسجل فيه عن طريق اي ايميل راح يزبط. اوكي راح نرجع على الموقع تبعنا اصدقائي، هون راح نعمل حاليا ابلود، ابلود للفايل. راح نختار عفوا نعم اصدقائي، راح نضغط على الدات هاي اوس فعلا، وانا عم بحكي بالالماني وراح نختار الملف تبعنا اصدقائي هوست ستيكس تمام، وراح نعمل له ابلود. بعد ما عملنا له ابلود اصدقائي فينا نشوف انه شغلنا ظابط ولا لا، نتأكد. عفوا راح نرجع لورا هون، هاي راح نفوت هاي. اوكي هيك شغلنا كتير ماشي كتير ظابط، هون ضلت عندنا الهوستات ببداية الجملة تمام، اما بقية الشغلات مو مهم راح ينحذفوا بالفحص، راح ينحذفوا هدول، اهم شي الهوستات بتكون ببداية الجملة، هون الهوستات دايما بتكون بداية الجملة، يعني بداية كل سطر قصدي. اصدقائي راح نشوف النتائج حاليا، هون النتائج كمان نزلوا في عندكم، هدول كمان خطوط اللايكة تمام، تمام اللايكة راح نفوت بهذا الملف، عطاني هوستين كلاود فرونت، الموقع اللي قبله كمان شو كان عطاني، نفسه عطاني هوستين، هون عطاني 3 هوستات 200 اوكي، هون اعطاني هوست 1 200 اوكي تمام اصدقائي، يعني ممكن عدد الهوستات بيختلفوا، هون هوستات النو اس اس ال كمان اعطاني 4، هون اعطاني بس 2 تمام.
يعني ممكن انت بتشوف موقع بيعطيك عدد كبير من الهوستات، تمام؟ المواقع بيختلفوا، فاذا كان عندك كمبيوتر انا بنصحك انه تحط الهوستات بملف وتفحصهم. مثلا راح نشوف، راح نروح على هوستات الالدي، في عنا خطوط الالمانية مثلا الدي توك، طبعا أصدقائي الموقع أعطاني 1000 هوست، أعطاني 1000 هوست، تمام؟ هون مكتوب 1000 هوست. هاي الهوستات فيكم تفحصوها، كل هاي الهوستات بدكم تفحصوها. طبعا أنا مسجل بالموقع، تمام؟ أنا مسجل بالموقع، فمشان هيك الموقع بيظهر لي كل الهوستات. إذا أنت مانك مسجل بالموقع، سجل بالموقع واستخدم هاي المواقع. هذا الموقع راح يعطيك كتير هوستات أصدقائي، يفضل إنك تستخدم الكمبيوتر مشان سهولة النسخ. كنفس الحال في عندك موقع آخر اللي هو أول موقع، كمان فيك تستخدمه، راح يعطيك عدد كبير من الهوستات وفيك تفحصهم. هاي المواقع مجرد بيكشف لك عن الهوستات، لكن ما انت محتاج للفحص، تمام؟ مثلا بدنا نجي على هوستات الخطوط التركسيل، هذا الموقع مثلا راح نجي. هذا الموقع في عنده 2423 هوست للتركسيل، تمام؟ في عنده 2423 هوست تركسيل. هذا الموقع كمان بده تسجيل، بيعطيك مدة مجانية. طبعا راح شوف، او راح شوف هذا الموقع اشوف كم هوست تركسيل بيعطيني. طبعا اصدقائي انا عم بقارن المواقع، لانه المواقع بيعطيك عدد مختلف من الهوستات. مثلا هذا الموقع أعطاك 1376، تمام؟ أنت لازم تفحص كل المواقع، لأنه ممكن هاد في يعني ممكن هذا الموقع بيعطيك هوستات أساسا هي مو موجودة على عند الموقع الآخر، تمام؟ اللي أعطاك 2400 هوست. صحيح أكيد أغلبيتهم مشتركة، بس يمكن بعضهم ما من مشتركة، يمكن بعض الهوستات موجود عند هذا الموقع اللي عم بيكشفهم، تمام؟ يعني بيكشف هاي السب دومينات، بالاساس هداك ما بيكشفهم، تمام؟ فيفضل انت تستخدم كل المواقع وتفحصهم، تمام؟ مشان تحصل على نتائج افضل. ممكن تلاقي هوستات الكلاود فلير او كلاود فرونت، هاي الهوستات كتير مهمة. هاد كان كل شي اصدقائي، ان شاء الله عجبكم الشرح. بعرف الشرح كان شوي طويل، بس لكن حبيت بهذا الفيديو اوضح انه انت عندك طريقتين لتفحص الهوستات. نحن جهزنا لكم هيك اداة بالموقع، اداة راح توفر عليك كتير، راح توفر عليك كتير وقت. هاي الاداة تبعنا انه كيف بدك تفحص الهوستات. انت بس راح تجيب الهوستات وراح تحطهم هون. وكمان في عندك طريقتين، الطريقة الاولى انت مو بحاجة لاي شيء، عبارة عن راح تزور هذا الموقع وتنسخ التاريخ وترجع لورا تحط هون المعلومات، راح يعطيك النتيجة خلال دقائق. يعني بالفحص كل هوست تقريبا راح يطول 1 ثانية، تمام؟ أما هون فيك أنت تفحص يدويا. إذا كان عندك كمبيوتر بنصحك أنه تستخدم هاي، ترفع الملف، ملف الهوستات وتفحصهم، تمام؟ لأنه هيك راح يكون عندك حرية أكثر، راح تبحث بين المواقع وتشوف كتير هوستات وتجي هون تفحصهم. إذا كان عندك كمبيوتر استخدم هاي أفضل، تمام؟ هاد كان كل شيء أصدقائي، إن شاء الله عجبكم الشرح. لا تنسوا تضغطون على لايك إذا كنت جديد وعجبك الشرح، لا تنسوا تشتركوا بالقناة. شكرا لكم.